التمرين ده ببقى عاوز أعمل تقويات لمفصل الحوض للناحية الخارجية الأول، وبعدين بالورب لورا، وبعدين لورا أو المنطقة الخلفية تماما. لازم أخد بالي إن جسم المريض ما يملش مع تحريك الرجل، الجسم بيفضل ثابت لفوق وأنا بحرك في التلات اتجاهات. ده برضو التمرين بنعمل تقوية للعضلة للمنطقة الخارجية، بس باصين من ناحية جانبية. أهم حاجة جسم المريض يبقى ثابت. وبعدين بعمل التمرين بالورب لورا، اللي هي نص المسافة بين اللي بره وبين ورا، وحافظ على جسمي لفوق. وبعدين آخر تمرين للجزء الخلفي، واخد بالي إن رجلي بتبقى حتة واحدة، متنيش الركبة في التمرين ده.